هكلمك على فريق بيراميدز وبداياته حتى الان في الدوري المصري الممتاز. خساره من الاتحاد كما ذكرنا بهدفين مقابل هدف واحد في اللحظات الاخيره مع فريق الاتحاد، ثم تعادل مع الزمالك، ثم تفوق على الاتحاد الليبي في الكونفدراليه الافريقيه. بدايه متذبذبه بالنسبه لفريق بيراميدز عكس السنوات السابقه. يعني طبعا اكيد، بالذات بعد الصفقات الاخيره اللي عملوها من اللعيبه الكبار زي رمضان صبحي وزي شريف اكرامي وزي احمد فتحي واحمد الشيخ، يعني صفقات كبيره بتخلي فريق بيراميدز من الفرق اللي المفروض انت بتنتظر منهم بدايه قويه زي النادي الاهلي ونادي الزمالك. النادي الاهلي تقريبا لعب ماتشين، فاز بالماتشين الجولتين 6 نقط. نادي بيراميدز كنت المفروض منتظم منهم اكتر من كده، بس برضو يعني الماتشات بتاعتهم ما كانتش ماتشات سهله. يعني ماتش الزمالك برضو يعني مش ماتش يعني انت بتقول ضيع فرص او ضيع ماتش منه ماتش سهل، لا ماتش صعب. والنادي الزمالك في احسن حالاته في الفتره الاخيره، فماتش كان صعب قدر ان هو يطلع من الماتش بنقطه. ماتش الاتحاد كان ماتش برضو مش سهل قدام خصم عنيد، قدر ان نادي الاتحاد يخطف المباراه في وقت صعب جدا. انت لو عايز تنافس على الاربعه الاوائل او الثلاثه الاوائل لازم تفوز على كل الفرق، لازم يبقى عندك. طبعا انا معاك في اللي انت بتقوله، بس يعني يمكن انا شايف ان يعني انا مش قلقان من امكانيات بيراميدز واللعيبه اللي عندهم والخبرات الكبيره اللي موجوده في الفرقه. هي يعني بس البدايه ما كانتش زي ما احنا كنا منتظرين او كنا متوقعين. ان بيراميدز هو خلي بالك برضه لعب ماتشين بس، اتغلب ماتش وكسب ماتش. النهارده اتغلب ماتش وتعادل ماتش. النهارده عنده ماتش طبعا مع خصم صاعد، عنده طموح كبير، بيلعب بيراميدز. اللعيبه اللي بتلعب في الملعب كلها لعيبه بتلعب لعبت في الدوري الممتاز قبل كده او معظمها، عندهم خبره الدوري الممتاز، عندهم الرهبه ان هم عندهم مش الرهبه، الخوف، العزيمه او الاحساس بتاع ان انا بلاعب بيراميدز الفرقه اللي بتجيب صفقات كبيره جدا وبتدفع ارقام كبيره جدا، فاحنا عايزين نثبت برضو ان احنا لعيبه كويسين. فازوا الماتشين الاولانيين هم في الصداره. كثره النجوم بتؤثر على غرفه خلع الملابس؟ كسرة الهجوم، النجوم في بعض الاوقات، بس يعني مش 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 في كل مش في كل الظروف، حسب الظروف اللي الفرقه بتمر بيها. يعني ساعات بتلاقي كسرة النجوم مع النتائج الكويسه الايجابيه اللي بتخلي الفريق في البوزيشن اللي انت عايز تبقى موجود فيه، بتخلي اللعيبه كلها مبسوطه وراضيه بالوضع اللي الفرقه موجوده فيه. لكن كسره النجوم مع الهزائم ومع تفريط في النقط ومع المستوى المتذبذب شويه، ده بيخلي برضو بيعمل مشاكل. يعني النهارده شفنا اول مباراه لنادي بيراميدز، رمضان صبحي كان موجود في ملعب، خد تقريبا انذار تاني. نعم. طرد ما كانش بدايه هو حبيبها ولا كان بدايه حد متوقعها، بس وارد بيحصل في الملعب، ملوش علاقه بان الفرقه فيها نجوم كبار. ما قدرش يلعب الماتش التاني، بس قدر هو يكسب في افريقيا الماتش التالت. نعم. وقدر يحقق النتيجه اللي هو عايزها. انا شايف ان بيراميدز السنه دي مركزين شويه في ان هم يثبتوا وجودهم او يحققوا نتائج كويسه في بطوله افريقيا، وفي نفس الوقت برضو الدوري احنا لسه في البدايه، هم لعبوا ماتشين. طب بس السؤال الاخير قبل ما اطلع لفاصل، دائما الفرق الكبرى بتحتاج ليدر او قائد. من القائد في بيراميدز في وجهه نظرك؟ هل هو شريف اكرامي، هل احمد فتحي، هل عبد الله السعيد، هل رمضان صبحي؟ انا شايف ان الفرقه فيها اكتر من قائد. انا شايف ان عبد الله السعيد عيب الموسم اللي فات، لا مش عيب خالص، انا شايف انها حاجه كويسه. بس انا من وجهه نظري عبد الله السعيد الموسم اللي فات كان هداف الدوري وعمل موسم كبير جدا، لعيب عنده خبرات كبيره، دخل نادي المية من التهديف. فبالنسبه لي انا عبد الله السعيد هو القائد اللي موجود. بس الحلو ان انت في عندك غير عبد الله، في عندك شريف اكرامي موجود، في عندك احمد فتحي طبعا، يعني لعيب تاريخ كبير جدا كقائد موجود. فانا مش شايف ان بيراميدز هيعاني السنه دي، يمكن بس المعاناه الصغيره اللي هم عانوها اللي هي بدايه الدوري بس. لسه نعم. الدوري قدامه كتير جدا وفي نقط كتير جدا هيقدروا ان هم يحققوها، واللعيبه كلها هتقدر تتاقلم بسرعه وهيثبتوا نفسهم. نعم.